يبدو أن مصرف لبنان يتأنى في فتح اعتمادات إذا أردنا القول، كرمال موضوع البنزين يتأنى في الصرف من الاحتياطي، أنت مع أو ضد هذه الخطوة؟ صحيح. أول شيء أنا كنت حابب أكون معكم بالاستوديو اليوم، للأسف يعني ما لقينا حدا يعبي لنا بنزين. إن شاء الله الأمور تتحسن باليومين اللي جايين. نأمل ذلك. ليكي بموضوع المشكلة الأساسي اليوم، السبب الأساسي لانقطاع المحروقات بلبنان من بنزين للسيارات ومن مازوت اللي عم يدفع الموتورات إنها تبلش تأمين، هدول المحروقات المقطوعين. سببهم سياسة الدعم للمحروقات. يعني اليوم انا اذا بدي استورد محروقات بشكل عاده بالايام الطبيعيه، اذا انا بدي استورد محروقات ب 100 دولار بستورد محروقات مثلا ب 100 دولار وببيعها للناس ب 100 دولار بطلع حقها وبستورد، ما هيك؟ اليوم الدوله اللبنانيه عم تقول انا بدي اعمل سياسه دعم، يعني انا اذا بدي استورد محروقات ب 100 دولار، انا تاجر محروقات مثلا، اذا بدي استورد ب 100 دولار مجبور بيعه للشعب ب 20 دولار. اوكي، طبعا ما في حدا بعقله السليم بيستورد ب 100 ليبيع ب 20، وبالتالي بيصير ناطر انه مصرف لبنان يغطي له هيك 80 دولار الفرق. اوكي، اذا معه مصرف لبنان 80 دولار فرق بيغطيها بيقدر يستورد، ما معه بيقعد البلد بلا بنزين، وبالتالي سياسه الدعم هيدي هي اللي قاطعه البنزين من السوق وهي اللي قاطعه المازوت من السوق. وحتى لو مصرف لبنان، انا جربها بالسنه الماضيه، يعني حتى لو مصرف لبنان فتح اعتماد للبنزين والمازوت، طب ما هذا البنزين والمازوت ثلاث ارباعه ما عم يوصل على السوق اللبنانيه، صحيح. عم بيتهرب لبرا او عم بيتخزن او عم بينباع بالتنك بالسوق السوداء. وبالتالي كل هالسياسه، سياسه الدعم غلط بغلط. اليوم يجب انا برايي رفع الدعم فورا عن كل شيء. اليوم بالمحروقات مقطوعه لانه الدوله داعمه المحروقات، الأدوية مقطوعة، المرضى ما عم فيهم يشتروا أدويتهم لأنه الدولة داعمة الأدوية، واليوم كل الأشياء المقطوعة بالبلد سببها أنه سياسة الدعم، ومش بس بلبنان، بكل دول العالم. بس ندعم سلعة، السلعة بتنقطع. يعني هيدا أول درس بيعلموه للتلاميذ اللي بيكونوا سنة أولى اقتصاد، بس ندعم سلعة السلعة بتنقطع، وهذا اللي صار بلبنان. اليوم إذا بدنا الناس ترجع على شغلة حاجة ناطرة بالصف تتعبي بنزين، وإذا بدنا الناس المرضى تلاقي أدوية، وإذا بدنا نرجع يصير عندنا كهرباء لنقدر نشتغل، لأن هلا البلد واقف، الناس قاعدة على محطات البنزين والشركات ما عندها كهرباء لتشتغل. صحيح. ما بيشيل البلد إلا النمو، إلا الرجعة على الشغل، وهي سياسات الدعم خير بالبلد أنا برأيي.